انه يعني من بداياتي بصراحه كان مشواري بعالم الجمال، لانه انا بلشت من انتخاب ملكه الجمال المغتربين واتحصلت على اللقب باوكرانيا، واستمر لتقريبا كل مشواري. يعني انا متواجده الحمد لله بالجمال، والانثى هي جمال يعني، فالحمد لله يعني ان شاء الله يا رب كون دائما اضافه لاي ايفنت في شيء له علاقه بالجمال. بدي أقول أنه أنا كتير بحبه لجمهوري بالمغرب، وإلي كام سنة ما رحت على المغرب، بس آخر ما كنت بال 2019 كنت بكازابلانكا، فكنت كتير مبسوطة بحبه كتير للجمهور المغرب، وبحب أقول لكل الناس بالمغرب يعني يا رب هيك الله يحميكم والله يفرج عنكم. يعني كان نحن عشناها لقصة الزلزال بسوريا، وكمان حسينا قدي صارت كانت صعبة عليهم، فإن شاء الله يا رب الله يحمينا جميعا. ولوف يو أول لكل الجمهور المغربي. والله ليك بصراحة أنا أكتر شي بحب الشعب المغربي، لأنه كتير حدا بحب الحياة ومضياف صراحة، وفي كتير عادات حلوة بالمغرب يعني، فما فيني هيك أقول بس الأكل، لا في أكل واللبس. يعني هلأ بصراحة الكسكس المغربي، يعني أول مرة دقت بالمغرب كنا عم نصور مسلسل، وبصراحة دقت الكسكس المغربي ودقت الحوتة، كنت كتير جوعانة، أجوا قالوا لي رح نعمل لك حوتة، لا يعني مو هالدرجة جوعانة، يعني جوعانة بس ما أنه أكل حوت، لا حوتة يعني سمكة. يعني شو صعب اللهجة المغربية، بس أنه أنا بحبها كتير يعني، بس أكيد لو عندي شي مسلسل أو شي فيلم بالمغرب أكيد يعني حأتعلمها كتير منيح. بزربة حأتعلمها. ليك يعني صرت شوف الحياة يعني بصعوبتها بطريقة أهدى، يعني صرت أعرف أنه أنا كيف سيطر على حالي. من قبل كنت شوي بالحياة بطبيعة الحال انفعالية، بس اليوم بقول أنه كل شيء من الله منيح الحمد لله، كل شيء مرقنا فيه يعني كان سنوات صعبة، بس دائما بقول الحمد لله ونشكر الله. بالنهاية أنه الإنسان هي الحياة بده يعيشها، وبده يحاول يحط بصمة فيها مهما كانت صعبة الحياة ومهما كان صعب المشوار. وأهم شيء أنه واحد ما يحمل حاله، يعني ما يحمل روحه التقل، يعني دائما لازم تضل شو ما كان الإنسان مرق فيه دائما تكون روحه خفيفة من المشاكل ومن الحقد ومن الغيرة ومن الحسد، هيدا أهم شيء. ما في نجمة سوريا الأولى، في نجمة الموسم، يعني أنا بقول ممكن بممثلات سوريا كلهم نجمات، ما في ولا واحدة، وما حلوة أصلا المقارنة، بس أنا بقول دائما في نجمة الموسم يكون حظها حلو، إجاها عمل مميز، يعني في كل مقومات النجاح، وسطع نجمة بهذا الموسم يعني، فبقول أنه هي نجمة الموسم.